السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. أمريكا تكشف عن صفقة جديدة مع الحوثيين، وإلى التفاصيل. كشفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عرضا جديدا لمن وصفتهم بالحوثيين. يأتي ذلك قبيل جولة مرتقبة للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ أواقع تصعيد عسكري وحراك دبلوماسي. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي أن ليندر كينغ سيزور سلطنة عمان، حيث يقيم وفد صنعاء مفاوض، ملمحا إلى أن ليندر كينغ يحمل هذه المرة عرضا جديدا. أفاد ميلر بأن ليندر كينغ سيناقش وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر والممرات الملاحية المحيطة والخطوات اللازمة للتهدئة في اليمن، بما في ذلك دعم الشعب اليمني، في إشارة كما يبدو للتسريبات الأمريكية التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية قبل أيام، وتضمنت منح السعودية ضوءا أخضرا لإبرام اتفاق مع اليمن يتضمن دفع أموال كبيرة لمن وصفتهم بالحوثيين، إضافة إلى إشراكهم في حكومة وحدة وطنية. ومن المتوقع أن يزور ليندر كينغ السعودية والإمارات. وتأتي جولة ليندر كينغ مع تطورات هامة في المنطقة، خصوصا في اليمن، حيث عاد التصعيد العسكري إلى جبهات القتال الداخلية وتحديدا على البحر الأحمر، حيث تضغط أطراف إقليمية ودولية لوقف العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع حراك دبلوماسي للدفع نحو اتفاق تهدئة واسع برز بلقاءات المبعوث الأممي المكثفة في العاصمة السعودية الرياض. وتضع الولايات المتحدة شرطا لوقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي مقابل السماح بالتقدم في عملية مفاوضات بين صنعاء والرياض. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.